السلام عليكم ورحمة الله. بطبيعة الحال كيف تسعودات على البطاقة المهنية لفنان أو بطاقة الفنان؟ شحال من واحد كيقول شنو خاصني باش نشد بطاقة الفنان؟ واش من حقي نشد بطاقة الفنان؟ بطبيعة الحال هو القانون كل فنان مغربي أو فنان أجنبي مقيم المغرب أنه يحصل على البطاقة المهنية لفنان، ولكن كاين شروط. شروط يعني شروط بسيطة جدا. أولا شنو كيخصنا في الملف اللي غادي ندفعو في البطاقة الفنية؟ كيخصنا نجمعو عقود العمل المبرمة مع شركة الإنتاج أو الفرق المنتجة، سواء في المسرح أو السينما أو في البرامج أو في أي حاجة كتبدل العمل ديالك في المجال الفني. فاش كنجمعو العقود ديال الأعمال كذلك شواهد المشاركات، يعني أي حاجة كدعم الملف ديالك راه في الصالح ديالك أنك تدفع. فاش كنجمعو عقود الأعمال كنجمعو كذلك شواهد المشاركة، كاين شركات مكيعطوكش عقد العمل ولكن كيعطوك شهادة المشاركة لا تستطيعون. فاش كنجمعو هاد لا تستطيعون كنجمعو عقود الأعمال كنمشيو للكوميسارية أو المحكمة كنخرجو السجل التجاري أو قوس السيرة. قوس السيرة كنخرجو للكوميسارية تقريبا شي غيام كتخرج كنجيبو نسخة من بطاقة التاريخ الوطنية، ثلاثة الصور الشمسية، وكذلك السيرة الذاتية. بالنسبة اللي عنده بطاقة المركز السينمائي المغربي حتى هي راه مزيانة، أو بطاقة تسجيل بحقوق المشاورة أو حقوق المؤلف. يعني فاش كنجمعو هاد الوثائق هادو كنزيدو واحد الاستمارة كنقومو بالتحميل ديالها من موقع وزارة الثقافة، كنزيدو فيها الأعمال ديالنا سواء أفلام أو مسرحيات. كندخلو في القناة ديال يعني الأربع سنوات الأخيرة كندخلو كندخلو الأعمال ديالنا اللي كاينين. يمكن لك انك تدعم الملف ديالك برصيد صحفي، رصيد صحفي اللي عندك من جرائد او مجلات او جرائد الكترونيه كيكونوا كيكتبوا عليك شواهد تقديريه عند المشاركه في المهرجانات. يعني اي حاجه كتدعم الملف ديالك راه من الصالح ديالك انك تدفع. فاش كنجمعو هاد الوثائق كاملين في كنديهم كنديهم لمديريات الثقافه، يعني كل مدينه راه فيها واحد المديريه ديال الثقافه كنجمعو الملف ديالنا كندوه لمدير الثقافة. بالنسبة للمسالي راه تقدر دير الرباط ديريكت ديريكت لراسك، لما نشوف انهم في الرباط ديريكت يمشي ديالك يمكن لك تدفعو تصيفطو في البريد مجموع. غادي نخلي لكم العنوان ديال مقر وزارة الثقافة. وما ننساوش انه كان نجدو واحد الطلب خطي موجه الى السيد رئيس لجنة بطاقة الفنان. يعني طلب خطي ماشي بالضرورة تكون تكتبو البيت ديالك ولكن كتسمى طلب. غادي نخلي لكم واحد الرابط اسفل الفيديو فيه جميع المعلومات اللي غادي تحتاجو باش غادي تقدرو تدفعو بطاقة الفنان. يعني كلشي فيها موجود، طلب خطي اسمو. وما ننساوش نشكرو الأستاذ عمر بن العكير، يعني اللي جمع لنا هذه المعلومات كاملين، وجمع لنا الوثائق كاملين، وجمع لنا هذه الملفات كاملين، يعني وسهل علينا المأمورية، سهل علينا يعني باش نوصلوا لهذه المعلومات كاملين. يعني مثلا الطلب الخطي كتقوم بتحميل ديال الطلب الخطي من وجه الدراية ولا هذا الرابط اللي غادي نخلي لك. شنو الطلب الخطي هذا كتزول فيه المعلومات اللي ماشي ديالك. وجدت فيها المعلومات الاخرين ديالك مثلا من الاسم الشخصي، كاين واحد البلاصه كتبقى مكتوب احمر اللي تقدر تسوبريميها غير ما تسوبريميهاش. كتجمع الملف ديالك كامل اللي كتدفعو تاخذ واحد الواسطه، كتاخذ الواسطه كتسنى فاش غادي تنشرو الدفعات ولا بعد الاسم ديالك. نتمنوا واحد الموفق للجميع وان شاء الله كل واحد يعني شد البطاقة ديالك.